مستحيلة. حطينا صندوق في الشارع في مايكروفون وكاميرا ووكي توكي اللي بطل الحلقة هيستقبل منه المهمة من علاء وخطيب. أستاذ أستاذ أستاذة أستاذة أنا عارفك هو أنت أنت ولا مش أنت؟ هيدا أنت؟ هيدا أنا هذا أنا ما أقدر أكون تعرف إن أنا عم دور عليك غيري أنا هذا أنا بتقولك تعرف إن أنا بدور عليك؟ هيدا بتدوري علينا؟ لا ما تعيد حكيتي أنت وين؟ بتدوري علينا بجد؟ وحياة الله بدي رجالك ده إحنا اللي بندور عليك إحنا مريم كانت ضحية في حلقة من حلقات مهمة مستحيلة يا رجالك المقلب عن جد انت وين؟ انا جاي لك حالا خليك واقفة عندك انا جاي لك حالا ناطرتك ناطرتك؟ جاي لك من اخر لبنان جنجلي عندنا من جيرو جاي لك من اخر لبنان يلا 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 الحمد لله افتحوا لها الابواب شيلوا الصندوق. مريم النهارده قررت انها تعمل مقلب في حد وهي لا تقوم بتنفيذ المهمه. رجعيه تاني على المحل رجعيه تعالي 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 ما تعصبنيش الله عارفك هو انت انت ولا مش انت ما اقدر اكون انا عم دور عليك انا جاي لك حالا خليك واقفه عندك ناطرتك مريم النهارده قررت انها تعمل مقلب في حد مريم بدي شغلي اعزائي المشاهدين في كل حته وفي كل مكان اطيب التمنيات التي لا تنتهي معكم احمد الخطيب وعلاء حلمي من عربه مهمه مستحيله ومعانا النهارده المهمة بقى ان انت هتفتحي العربية وتستني اي حد جايلك تشايلي الصندوق وتمرمطيه معاك يا عيني يا رب يا مريم لو سمحت الله بليز فيك تساعدني بهيدا الصندوق انا شايلك العربية كلها اكسكيوز مي بص بقى الرزق بقى معلش تساعدني بهيدا الصندوق بليز طبعا بس انتبه شوي شوي لانه في سمك ومي جوا سمك زينة مسيو لو سمحت مسيو فيك تساعدني بهيدا الصندوق بليز بس هنودي لهون دقيقة وصاحبتي حتنزل تاخده مني لو سمحت لو سمحت معلي بدي عزبك تساعدني بهيدا الصندوق احمله لهونيك بس بدك تحمله شوي شوي لانه في سمكة نايمة شكرا كلك ذوق سمكة نايمة شكرا كلك ذوق عن جد انت شهم كلك ذوق عم تعبكم معي عن جد ثانك يو بس شوي شوي عشان السمكة عاملة عملية مريم قولي له ارجوك بس ما تحطوش على الارض عشان في حاجات تتكسر ما تتحركوا ابدا لانه ممكن يقعوا في سمك وما ممكن يقعوا او ينكسروا سمك بليز. زينة سمك زينة لانه هذا سمك زينة وكادو كتير غالي اوكي تعال وراي تعال ايوه تعال وراي بصي ورا تاني قولي ما تهزوش ما تهزوا السمكة نايمة السمكة نايمة سوري ما تضحك بس هذا كادو غالي علي كتير السمكة نايمة هتوصلي لحد المحل تقولي له يا نهار ابيض انا نسيت حاجه وترجعيه تاني للعربيه وترجعيه تاني المحل سوري سوري انا نسيت شغلي بالسياره سوري. سوري لا ما في الصندوق السمك بيوقع عشان السمكه نايمه السمكه نايمه اهو خليه يجي خليه يجي معاك لا خليه يجي معاك خليه تا 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 السمكه عامله عمليه قلب مفتوح ما تحركها ما تحركها السمكه عامله عمليه قلب مفتوح وما فينا نفيق من النوم السمكه عامله عمليه قلب مفتوح بتهزري لا مش بهزر لا بتهزري لا مش بهزر عم اهلك شوي شوي رجعيه تاني على المحل رجعيه على المحل تا تعال ما تعصبنيش ما تعصبنيش تعال ما تعصبنيش الله اتكلمي في الموبايل كأنك بتكلمي صاحبتك وقولي له انت اسمك ايه
ايه صاحبتك؟ ايه حبيبتي؟ هو لابس اسود واسمه كذا. دي هخلي البنت تنزل تاخده منا. بص الخدام بتاعه اسمه محمود لابس اسود مستنيكي تحت. لا لا مش انت. انا جبت لك الصندوق ومعي الشوفير والخادم وناطين تحت. لا لو هتاخدي شاور بقى انا اخش المحل. لا خلاص اوكي اذا عم تاخدي شاور انا بنترك يا قلبي. معايا تليفون استنى شويه بس دقيقه. فينك يا اماني؟ انا تحت يا حبيبتي. معايا الخدام. وما الخدام حامل الصندوق بليز ما تطوله. سوري عشان البرستيج بس. حيستنيكي ساعة ساعتين زي ما انت عايزة حبيبتي. أيوة. ابدا انا لازم امشي هامل. سوري يا حبيبتي سوري. انا همشي اجيب حاجة وارجع اوكي؟ جيب حاجة منين؟ انا وراي شغل. لو سمحت ما تزعق السمكة نايمة. الخدام وقف هون وماسك لك الصندوق. لو سمحت. الله خدام ازاي يعني؟ احترم نفسك وانا بتكلم على التليفون عشان البرستيج بقى ساعدني معلش شوية والله حديك 200 جنيه استنى شوية معلش عشان برستيجي بقى قولي لها هو الشوفير لابس اخضر حرام عليك معلش حرام على مين هعتذر منك بعدين بس قدام صاحبتي دي بتسمع لو سمحت يا لهي حياتي الشوفير لابس كحله والخادم لابس احمر انت وينك شو هالالوان والله الوان غريبه الشوفير والخادم هيستنوكي ربع ساعه بس عارفه الوانهم مرتين اني ما تلبسوا هيك الوان بليز ايه يا قلبي بص يا مريم كلميه بتناكه قولي له استناني هنا لو سمحت انطر شوي ايه بتناكه ها بتناكه انطر شوي لانه انا بدي اجيب غرض وارجع ما تهز الصندوق السمك بيفيق من النوم بيفيق بعتذر منك بس لاني انا موتره وعندي حفله هلا ومستعجل لا ما تحركها شو هي عم بقول لك هيدا الشيء اللي جوا كتير غالي لو سمحت ما تحركوا ما حركتوش والله ما كلمت تخصم من مرتبك لو حركته استنى هنا وجايالك قولي له استناها بقى هي هتجي لك نزلك حالا بس انت رايي نزلك حالا اوكي بس لو سمحت شوي السمكه نايمه ايوه هيك طبطب عليها ما طول حكي معي مش عم بقول لك شكرا بتروح تشوف حالك علي كلك على بعضك خدام حاعطيك 300 بس اطلع يا عم 300 يعني حجيب غرض وارجع ما تهز الصندوق يلا خلينا نخش خش سيبيه ما تهز الصندوق رح شوفك بس ثانيه بليز والله ثانيه بس بدي اقيس الفستان وارجع ما تحرك الصندوق انا عايز امشي مريم اخرجي قولي له تعالى ورايا على السياره وافتحي السياره واقعدي جوه وسيبيه ايه حبيبتي يلا يعني طيب لك انا عشان شوبت كتير الشوب هانترك بالسيارة تعالى ما تحرك الصندوق تعالى مش عايزة كلام مش عايزة كلام بس انا افهم حضرتك انت بقى دقيقة عايز امشي تعالى ورايا اترك تليفونك ما بيصير انت واقف تحمل تمسك تليفونك خدام ويمسك تليفون السمكة خدام ويمسك تليفون ايه ده معلش اصل جديد ما يعرفش القوانين معلش يا حبيبتي اصل هو جديد تعالى وراي لو سمحت ايوه معلش ما انا صدقتي على التليفون ما تفضحنيش ما تحركي الصندوق افتح العربيه وركب افتح الباب واقعدي جوه اخرجي ايه وخليكي واقفه جنبي كده ما تردش عليه خالص بقى بعد اذنك بكلمك صاحبتك فين انا اسف يعني ما فيك تنطر دقيقه لحظه ما فيش نطران حضرتك يعني عم تحرك الصندوق ما فيش حاجه ما تستعبط اهو بس دقيقه هي ما خدام لابس اسود جاي لي عزا يا عم فيك الصندوق السمك بتفي لو سمحت اهو اهي السمك اهي انا اللي يلا جنب السمك لا استنى شوي دقيقه اصبر انوسه هكلمك حق اصبر على حالك شوي ايه ده بس جاي اي حد ثاني لو سمحت هذا برستيجي لو سمحت لو سمحت ايه ايش الشهامه وقلت لي اجي و ايه بس في ايه ده صاحبتك ده لابس لا سمكه لو سمحت مش حرام عليك تكبها هيك خلص حكيتني رفيقتي لا بس دي نازل بس السمك حيفيق لو سمحت مش هتمسكيه بليز بس دي بس ما انا هقلك شغله لا هقلك شغله صغير الفيرني بينتزع ما فيني خلاص انا بعمل لك تخسيس عشان تقعد رايح انطريها براحتك وانا هتكل على الله قولي له خلاص اهو خلاص اهو بص لحظه شو لحظه قولي له لو سمحت شو اللي تزوق هيدي دهبل تعال حد يا كابتن تعال طب لحظه عم بحكي معك دقيقه لحظه لو سمحت تعالى بس تعالى ايدي مجنونه معلش مجنونه بس تعالى حد يعمل في السمك كده دي رجوله انا كابتن دي رجوله معقوله يعني صندوق التوريد عمال السمك يفيق وهلا دي عمايل نزعت لي الفيرني اللي انا حاطاه سمكه ايه السمك ده مش سمكه طب بص هناك كده بص هناك كده
ايه ده مريم كابتن فيك مالك بص قالت لك ايه قالت لك بص هنا 200 جنيه ده مقامه 200,000 مش 200 جنيه خدام ايه ده التلبس والله لا انت لا خدام ولا شيء انا مش كنزات مريم بتعمل فيك مقلب بص هنا كده تعال هاري بوتر انت تعال مريم كانت بتعمل المشن بتاعها اه انا مش حاطه برني ولا شيء ثانك يو هو ده صاحب السنه فيك مقلب وسوري كتير بس مريم كانت بتقول لسه بنعمل فيك مقلب